سؤال ردده الجميع خلال الساعات الماضية بعد انطلاق معسكر المنتخب المغربي استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار دون ظهور عدلي، فما هو سر غيابه؟ تستعد المنتخبات الإفريقية لخوض منافسات نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي تقام في كوت ديفوار بعد أيام قليلة، ومن بين هذه المنتخبات المنتخب المغربي. كتيبة وليد الركراكي بدأت معسكر الاستعداد للنسخة الجديدة من البطولة القارية، لكن المعسكر شهد مفاجأة غريبة وهي غياب أحد عناصر المنتخب المغربي دون سابق إنذار، وهو أمين عدلي. لم يظهر أمين عدلي في معسكر المنتخب المغربي، ما دفع البعض للتساؤل عن سر غيابه رغم أنه مدرج في قائمة أسود الأطلس في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار تنطلق في 13 من يناير الجاري بمباراة افتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، بينما تقام المباراة النهائية للبطولة القارية يوم 11 من فبراير المقبل. المباراة الأولى التي يخوضها المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية ستكون بعد 4 أيام من انطلاق البطولة، وستجمع أسود الأطلس بالمنتخب التنزاني، ثم الكونغو الديمقراطية، وأخيرا زامبيا في دور المجموعات. سر غياب أمين عدلي عن معسكر المنتخب المغربي لم يعد سرا، فالنجم تخلف عن انطلاق استعدادات أسود الأطلس لكأس الأمم الإفريقية لأسباب خاصة وعائلية. النجم الفرنسي لاعب بايرن ليفركوزن الذي غير جنسيته الكروية مؤخرا إلى المغربية اضطر للبقاء إلى جانب والدته التي تعاني من وعكة صحية منعته من تركها في هذا التوقيت. الجهاز الفني للمنتخب المغربي: رغم ذلك كشف أن اللاعب المغربي سيكون متواجدا في معسكر أسود الأطلس خلال ساعات قليلة ليلحق برحلة الفريق المتجهة نحو مدينة سان بيدرو في كوت ديفوار. أمين عدلي صاحب 23 عاما لعب لمختلف الفئات السنية للمنتخب الفرنسي، ويقدم مستويات قوية مع نادي بايرن ليفركوزن الألماني مساهما في احتلال الفريق صدارة ترتيب الدوري الألماني. شارك عدلي في 20 مباراة مع نادي ليفركوزن حتى الآن في مختلف المسابقات، مسجلا 5 أهداف ومقدما 8 تمريرات حاسمة لرفاقه في الفريق الألماني. تألق أمين عدلي رفع قيمته السوقية إلى 25 مليون يورو بواقع زيادة بلغت 5 ملايين يورو عن يونيو الماضي، كما أصبح هدفا للعديد من الأندية الكبرى في الدوريات الأوروبية. بدأت رحلة عدلي في الدوري الفرنسي مع نادي تولوز، وقدم مستويات مميزة قادته لمنتخبات فرنسا المختلفة ثم الدوري الألماني قبل أن يقرر أن يلعب للمنتخب المغربي على المستوى الدولي. ومع منتخبه الجديد المغرب لعب أمين عدلي 4 مباريات في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيدا وقدم تمريرة حاسمة كذلك.